بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله هنتكلم بقى على الجزء الثاني من الأوتو إميونو بولس ديرماتوزيس. اتكلمنا في الجزء الأولاني عن البنفجس، وقلنا البنفجس ده عبارة عن انترا إبيديرمال بولي، صح؟ هنتكلم بقى على الجزء الثاني اللي هو البنفجويد جروب، اللي هو الصب إبيديرمال بولي. الصب ابيديرمال بولي علشان نفهمها كويس وتمخمخ كده جوه دماغنا، هي مش صعبه، هي اساميها كتير بس هي مش صعبه. لازم نفهم الستراكشر بتاع البيزمنت ميمبرين زون. بس بدايه كده انا كنت عايز اوريكم صوره الاول. مثلا الصوره دي عباره عن ايه؟ الصورة اللي قدامي دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن جلد، صح؟ طبقتين، ادي الابيدرمس اهو، وبعدين تحت هو الدرمس. الابيدرمس من فوق والدرمس من تحت، ويفصلهم عن بعض خط اسمه البيزمنت ممبرين. قلت لكم ان الابيدرمس معشق في الدرمس بكذا فاكتور، سواء ريتيريدجز والبابيلاري ديرمس، او ان البيزمنت ممبرين زون كونكت الابيديرمس بالديرمس الاثنين مع بعض. يبقى اذا انا لو تخيلت ان هنا البيزل كيراتينوسايت، وتحت على طول هو البيزمنت ممبرين زون، واللي تحته على طول هو الابر بارت بتاع الديرمس. التلات حلقات دولت لازم يكون كل واحده فيهم كونكتد باللي تحتها. يبقى البيزل كيراتينوسايتس مع الشقف البيزمنت ممبرين زون، والبيزمنت ممبرين زون مع الشقة من تحت في الابر بارت بتاع الديرمس، صح؟ كأنهم بالظبط سلسلة مكونة من ثلاث حلقات، صح؟ الابيديرمس من فوق، البيزمنت ممبرين زون في النص، واللي تحتها الديرمس. حلو. طيب البيزل كيراتينوسايتس اصلا مع الشقة في اختها اللي فوقها، صح؟ الابر بارت اللور بارت بتاعت البريكل سيل لاير. حلو. بالديزموزوم. اذا اللايرز دي كلها كونكتد مع بعضها. حلو. انا عايز افهم ايه؟ انا عايز افهم ايه هو الاستراكشر بتاعت البيزمنت ممبرين زون، وده اساسي وبيه في الامتحانات كتير قوي. قول لي الاستراكشر بتاعت البيزمنت ممبرين زون، ومش هتفهمه بولس بنفجويد او بنفجويد جروب عموما الا بالاستراكشر بتاعت البيزمنت ممبرين زون. حلو. طيب بسم الله، نرجع بقى للصفحه بتاعتنا. طيب البيزمنت ممبرين زون، اولا انا عايز افهم يعني ايه الاول بيزمنت ممبرين. يعني ايه بيزمنت ممبرين؟ حد يقدر يقول لي يعني ايه بيزمنت ممبرين؟ ده واحد، وعايز اعرف الفانكشن بتاعته. انا هجاوب على طول. البيزمنت ممبرين ده عباره عن ممبرين، صح؟ البيزمنت يعني هو بيزمنت، ده اساس، صح؟ حاجه اساسيه يعني، او شيء اساسي. بقول لك البيزمنت ممبرين ده عباره عن سبيشاليزد ستراكشر، يعني حاجه كده متخصصه بتفصل سيباريت يعني اتنين اورجانز من بعض. حلو كده. يعني بتبقى موجوده بين اتنين، مش اورجانز بقى، هنقول اتنين ستروما او اتنين ديفرنت تايب سيلز. بمعنى ايه؟ انا فوق عندي ابيديرمس وتحت عندي ديرمس، فوق عندي خلايا معينه وتحت عندي خلايا معينه. يبقى البيزمنت ممبرين ما هو الا ممبرين بيفصل بين حاجتين. حلو كده، او بين تو ديفرنت تايبس اوف سيلز. السؤال اللي بعد كده، البيزمنت ممبرين زون ده موجود فين؟ قال لك موجود في اي اورجان. حلو. طب انا دكتور جلديه، انا ماليش دعوه، انا عايز اعرف البيزمنت ممبرين زون ده موجود فين في الجلد. قال لك والله موجود في الجلد، في السكن. حلو. وموجود كمان في الميوكوزا، وموجود كمان في البلاد فيسلز. البيزمنت ممبرين ده موجود في الثلاث اماكن دول، في الميوكوزا، في الجلد يفصل الابيديرمس من الديرمس. في الميوكوزا هيفصل ايه بقى؟ الابيثيليال لاير من الديرمس بتاعها، صح؟ وموجود اراوند البلاد فيسلز. حلو كده؟ حلو كده. البيزمنت ممبرين زون ده
طالع منين؟ والله ده امبريولوجي ملكوش دعوه بيه يعني، بس هو ليه اكتوديرمال اوريجن وليه ميزوديرمال اوريجن من الفايبر بلاست، بس مش مهم. طيب البيسمنت ممبرين زون ده بيتصبغ ولا ما بيتصبغش؟ قال لك والله بالاتش ان دي اي يعني بالهيماتوكسلين والايوسين ده ما بيبانش، بالاتش ان دي اي ما بيبانش. امال بيتصبغ بايه؟ بيتصبغ بصبغه معينه كده قلنا عليها قبل كده اسمها البي اي اس ستين، اللي هو البريودك اسيد شيف. حلو. طيب ما هي وظيفه البيزمنت ممبرين زون؟ انا هتخيل الرسمه دي تاني، الرسمه دي ادي البيزمنت ممبرين زون صح، يبقى بالعقل كده وظيفته ايه؟ قال لك والله ده حته استراكشر اللي عليه هتتبني خلايا، صح؟ صح ولا غلط؟ الصوت بيقطع. ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن structure اللي عليه هتتبني خلايا، صح؟ حلو الكلام. وقلت لك إن هو فاصل بين الإبيدرمس والديرمس. الإبيدرمس والديرمس قلت لكم ان في خلايا ممكن من الدرمس تطلع للابيدرمس، صح؟ وفي خلايا من الابيدرمس تطلع او تنزل للدرمس، فيعتبر كانه بارير، صح؟ بارير. حلو الكلام. البيزمنت ممبرين، فاكرين لما كنا بنتكلم في الباثولوجي في الجراحه زمان يقول لك ده البيزمنت ممبرين ده لو اتخبط ده هو ده اللي هيعمل ريجينريشن، وهو اللي على اساسه هيتعمل هيلينج، صح؟ ولو البيزمنت ممبرين ده حصل له ديفكت او رابشر هيتكون على طول سكار. فاكرين المعلومه دي ولا مش فاكرينها؟ اذا هو الفانكشن بتاعته مش مهمه قوي، بس تعرفوا ان عندي حاجه اسمها البيزمنت ممبرين زون. البيزمنت ممبرين زون ده موجود في كذا وكذا وكذا وكذا. تعالوا بقى ما نشوف الاستراكشر بتاعه البيزمنت ممبرين زون دي بتتكون من ايه. بسم الله. البيزمنت ممبرين زون بتاعنا بيسموه layered structure. يعني ايه layered structure؟ يعني بيتكون من layers، يتكون من طبقات، يتكون من طبقات. تمام. بيتكون من ايه؟ قال لك بيتكون من اربع طبقات. المطلوب من هنا ان احنا نفهم او نحفظ بقى، ما لهاش دعوه بالفهم دي، ان احنا نحفظ الطبقات بتاعتها اسمائها وما هي الكونتنت بتاعتها وايه هو الانتيجنز اللي بتبقى موجوده فيها، بس مش عايز اعرف اكتر من كده. طيب يبقى انا قلت لكم ان هو بيتكون من ايه؟ من اربع طبقات. طب بالله عليكم اول طبقه، اول طبقه بالعقل كده هتتكون من ايه؟ يعني اول طبقه كده بالعقل هتتكون من ايه؟ حد يجاوب بقى كده ويبشرني بالخير كده. أول طبقة من الأربع طبقات دول، طبعا ده يعتبر الترا ستراكشر ما يبانش إلا بالإلكترون مايكروسكوب. حد يجاوبني بقى كده بالصلاة على النبي. أول طبقة هتتكون من، الدكتورة مي قالت من البيزل سيلير. برافو عليكي، صح كده. تاني يبقى انا عندي اربعه لايرز. اول لاير اسمها ايه؟ بيزل كيراتينوسايتس، الكونتنت بتاعتها كيراتين انترميديت فيلامنتس وهيميديزمزون. الكيراتين انترميديت فيلامنتس ده عباره عن ايه؟ عباره عن كيراتين 5 و14، انما الهيميديزمزون بتتكون من حاجتين، حاجه اسمها البليكتين وحاجه اسمها البولس من فوقيه انتيجين 1. انا مش عايز تفاصيل اكتر من كده. حلو. مش عايز تفاصيل اكتر من كده. ندخل بقى للليير اللي بعد كده اللي هي مين؟ اللامينا اليوسيدا، صح؟ اسمها ايه؟ اللامينا اليوسيدا. وقلت اللامينا اليوسيدا دي هي اللي هيبقى موجود فيها مين؟ الكونتنت بتاعته ايه؟ ها، انكورنج فيلامنتس وليست فايبرلز. انكورنج فيلامنتس. الانكورنج فيلامنتس دي بتتكون من ايه؟ الالترا ستراكشر بتاعتها. قال لك والله ان هي ممكن تتكون من ستراكشر كده
عامل زي الجي شيب، عامل زي العكاز او العكاز، صح؟ العكاز ده ماسك فين؟ تخيلوا الرسمة، تشوف شوف الجمال وقدرة القادر، يعني ان البولس، ان العكازة ده ماسك فوق في الهيمديزموزوم من فوق في البيزل كيراتينوسايتس. يبقى اذا ليه سيلولار او سيتوبلازميك كومبارتمنت، صح؟ ايه تاني؟ وكمان قاطع البيزمنت ممبرين بتاعت مين، او البيزل البلازما ممبرين بتاعت مين؟ بتاعت الكيراتينوسايت، صح؟ يبقى ليه ترانس ممبرينال كومبارتمنت. وبعدين طلع بره الخليه خالص، يبقى ليه اكسترا سيلولار كومبارتمنت. عينيا بس كده، وهنعيد ونزيد. بص، انا عندي عكاز اهو، صح؟ العكاز ده الاخضر، ده الاخضر ماسك فين؟ ماسك بدايته جوه البيزل سيلير اتسلف، البيزل كيراتينوسايتس نفسها، نفسها الانكورنج فيلامنتس دي معشقه من فوق اهي، صح؟ داخله من فوق، ماسكه في مين؟ في الهيمديزموزوم من فوق، صح؟ وبعدين عدت البيزل كيراتينوسايتس، وبعدين نزلت في اللامينا اليوزيدا اهي، وراحت داخله جوه اللامينا دنسا، وراحت طالعه كمان، وليها بروز اللي طلعت منه ده زي ما انتم شايفين جوه مين؟ برضو اللامينا اليوزيدا. يعني بصوا، مسكت البيزل كيراتينوسايتس من فوق وراحت معشقاها في مين؟ في اللامينا دنسا، معشقه جوه البيزل كيراتينوسايتس، موصله البيزل كيراتينوسايتس بمين؟ باللامينا دنسا. سهله اهي، صح؟ انا ليه هتكلم عن البولس من وجود انتيجين 2؟ لانه مهم جدا جدا جدا، هو البولس من وجود انتيجين 1. طيب يبقى تاني، يبقى البولس من وجود انتيجين 2 ليه ايه؟ ليه انترا سيلولار كومبارتمنت، صح؟ اهو اللي انا عمال اشاور عليه اهو، ده جوه البيزل كيراتينوسايتس اهو، ده جوه الديزموزوم، ومعدي كمان الممبرين، فترانس ممبرينال، حته اهي الحته الصغننه دي اللي معديه الممبرين، سيبوكم من الترانس ممبرينال دي خالص. وليه اكسترا سيلولار، يعني عدت الخليه اهي، صح؟ اكسترا سيلولار كومبارتمنت، والاكسترا سيلولار كومبارتمنت دي نزلت 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 علشان تعشق في اللامينا دنسا وتطلع تاني. صعبة؟ لا سهل. حلو. طب قبل ما انقل على النقطة اللي بعد كده، حد يقدر يفرق لي بين البولس من فوجويد انتيجين 1 والبولس من فوجويد انتيجين 2؟ انا اقدر افرق من شكله حتى. البولس من فوجويد انتيجين 1 جلوبيولر، صح؟ جلوبيولر، عامل زي الجلوبيولز كده، مطخطخ كده. انما البولس من فرويد انتيجين 2 اتز ايه؟ فايبريلر او فيلامنتس. بالله عليكم ومن غير ما احفظ بقى، يبقى مين اللي اتقل؟ البولس من فرويد انتيجين 1 ولا البولس من فرويد انتيجين 2؟ المتختخ ولا الرفيع اللي عامل زي العصايه؟ اكيد المتختخ. فعلشان كده لما وزنوه، طبعا هو وزنوه بالموليكولار ويت، يعني لقوا البولس من فوجويد انتيجين 1 230 كيلو دالتون، ولقوا البولس من فوجويد انتيجين 2 180 كيلو دالتون. لقوا ان الوزن ده يونيك لكل واحد فيهم، فريد. فعشان كده لو قلتي بولس من فوجويد انتيجين 1 صح، لو قلتي 230 كيلو دالتون انتيجين الاثنين صح، ماشي؟ الاثنين صح. البولس من فوجويد انتيجين 2 لو قلت 180 كيلو دالتون صح، لو قلت البولس من فوجويد انتيجين 2 صح. طيب يبقى اول فرق في الشكل، ده جلوبولر، ده عباره عن فيلمنت. تاني فرق في الوزن، ده 230 وده 100 وكام؟ و80. الالترا ستراكشر بقى، يعني ايه لو عايز بقى ايه ادخل بقى في الالترا ستراكشر بتاعه البولس من فوجويد انتيجين 1؟
بيتكون من ايه؟ قال لك ده عبارة عن كولاجينس نون كولاجينس بروتين، يعني بيتكون من بروتين ما فيهوش كولاجين اصلا. حلو كده. انما صاحبنا البولس بنفوجيت انتيجين 2، بولس بنفوجيت انتيجين 2، هنتخيل خطوط غامقه وخطوط فاتحه، مقسماه خطوط غامقه وخطوط فاتحه، خطوط غامقه وخطوط فاتحه. الخطوط الغامقه وخطوط الفاتحه دي عباره عن كولاجينس بارت ونان كولاجينس بارت. حلو كده. بس لحد كده وقفوا، مش دلوقتي بقى، مش هنكمل. يبقى البولس بنفوجيت انتيجين 2 في كولاجينس بارتس ونان كولاجينس بارت، انما البولس بنفوجيت انتيجين 1 ده عباره عن نان كولاجينس، مش عايز اكتر من كده. حلو. طيب نعيد تاني. انا عندي حاجه اسمها البيزمنت ممبرين، وقلت الفانكشن بتاعتها ان هو بيسيبريت السيلز من بعض، وليه رول في البارير، وليه رول في الهيلينج، وليه رول في حاجات كتير. البيزمنت ممبرين ده موجود في، بيفصل الابيديرمس من الدرمس، ده في الجلد، او يفصل الميوكوزا سوري الابيثيليال لير من الدرمس في الميوكوزا، او في البلاد فيسلز. صح. طيب البيزمنت ممبرين ده بيتكون من 4 layers. اللير الاولانيه كيراتينوسايتس اللي هي البيزل كيراتينوسايتس، تاني لير بيسموها لامينا اليوسيدا، ثم اللامينا دنسا، ثم صب لامينا دنسا. الكونتنت بتاعت كل واحده مهمه. البيزل كيراتينوسايتس بتتكون من كيراتين انترميديت فيلامنتس معشقه او امبيدد، مزروعه جوه حاجه اسمها الهيميديزموزوم. اللامينا اليوسيدا ده معدي فيها حاجه اسمها الانكورنج فيلامنتس، اللامينا دنسا فيها حاجه اسمها اللامينين 5 والكولاجين 4، وفي الاخر خالص الساب لامينا دنسا دي حاجه اسمها الانكورنج فايبريلز والانكورنج بلاك. الالترا ستراكشر بقى والكونتنت، الكيراتين انترميديت فيلامنتس دي الانتيجين اللي فيها حاجه اسمها الكيراتين 5 و14، الهيميديزموزوم في حاجه اسمها البلكتين او البلكتين، والبولس بنفوجويد انتيجين 1. اللامينا لوسيدا اللي كنا بنقول عليها الكونتنت بتاعتها انكورنج فيلامنتس بتتكون من حاجتين، اول حاجه فيهم قلناها اللي هو البولس بنفوجويد انتيجين 2 اللي بيبقى معشق فوق في الهيميديزموزوم ويخترق البيزل كيراتينوسايتس علشان يمشي سابحا في اللامينا اليوسيدا، ثم ينزل ويعشق في اللامينا دنسا ويطلع تاني في اللامينا اليوسيدا. يعني احنا لو خدنا المسار بتاعه تلاقي تك 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 نزل وراح طالع، وكمان في بروجيكشن كده كمان في اللامينا اليوسيدا، ده علشان يدي ستابيليتي اكتر يعني. طيب الانتيجينز التانيه بقى، قال لك حاجه اسمها الانتجرين، حاجه اسمها الايه؟ انتجرين، او الفلاحين اللي زي حالاتي هيقولوها انتجرين، الاثنين صح، الانتجرين او الانتجرين. طيب قال لك الانتجرينز دي انا شايف منها ايه؟ طبعا البولس موجود انتجين واحد خلاص عرفته، وانت بولس موجود انتجين 2 شبه بعض كده، انما الانتجرين ده عباره عن ايه؟ ده قال لك عباره عن واحده كده مع الشقه فوق في الهيميديزموزوم ونازله، وبعدين عملت زي السوسته كده، وبعدين لزقت في اللامينين 5 بتاعت اللامينا دنسا، ونوع تاني عامل زي ال شيب المقلوبه كده نازله برضو، وفي نفس الوقت برضو نزلت وراحت مع الشاف مين في اللامينين 5، يعني ما دخلتش جوه اللامينا دنسا، هي ما دخلتش جوه اللامينا دنسا. الجزء الموف اللي موجود فيه هو ده الموف، ده هو الهيماتيزموزوم اللي الكونتنت بتاعته يا بولس بنفوجيت انتيجين 1 يا اما بلكتين. ماشي. الرسمه دي في بولونيا يعني، لو عايزين تفتحوها في بولونيا يعني، واكيد الدكتور عاصم حاططها اكيد. خلاص حلو يا شباب الهدى، يلا قبل اصلا خلاص، ده احنا قدامنا لحد الساعه 12 هتلاقيه فصل. استر يا رب يكون الساعه عندهم غير الساعه عندنا. طيب انا عندي ايه؟ ها انتجرين الفا 6 وبيتا 4، مش عايز اكتر، احفظوها اسما بس. انتجرين ها الفا 6 وبيتا 4، انتجرين الفا 6 وبيتا 4.
يبقى لما يجي يقول لك الانكورنج فيلامنتس دي يا بنتي عباره عن ايه، هتقولي له والله يا فندم يا اما بولس بنفوجويد انتيجين 2 يا اما الانتجرين سواء كان الفا 6 بتاعته او بيتا 4. صعبه كده، دي السب يونتس بتاعته. طيب ادخل بقى على اللامينا دنسا. قال لك اللامينا دنسا دي بتتكون من ايه؟ كولاجين 4 صح، وكونتنت جامد قوي عامل زي الكروسس كده وعامل زي الصليب، حاجه اسمها اللامينين 5، ده اسم يعني الكروسس الزرقاء دي، اللبن الزرقاء دي. اصل انا مش عارف لكم الوان، يعني واحده هتقول لي دي تركواز، اي حاجه وخلاص بقى، ازرق لبني تركواز اللي تختاروه، اللي عامل زي الصليبه دي حاجه اسمها لامينين 5. اللامينين 5 ده ليه اسامي كتير، لامينين 5 او لامينين 332 ماشي، يعني كانوا زمان بيسموه لامينين 5، دلوقتي يا ستي يسموه 332 332. ليه بقى؟ والله ما اعرف، بس اكيد فراغ عاطفي، فراغ مش عارف ايه، اصل انواع الفراغات دي كتير. الفراغات دي كتير، سألونا انا. طيب ندخل بقى، يبقى خلاص عرفت الكونتنت بتاعت مين؟ زفت الطين اللي هو مين؟ اللي هو اللامينا دينس، حاجه اسمها اللامينين 5 او اللامينين 332 او الكولاجين 4. صعبه كده؟ والكولاجين 4 ده نون فايبريلر بروتين. فاكرين بقى صاحبتنا اللي هي الصاب لامينا دينسا؟ الصاب لامينا دينسا دي كانت عباره عن انكورنج فايبرلز. الكونتنت بتاعتها ايه بقى؟ كلمه واحده بس، كولاجين 7، اسمها ايه؟ كولاجين 7. وتحط تحت الكولاجين 7 ده 600 مليون خط. الانكورنج فايبرلز دي عباره عن كولاجين 7، وتحط تحت الكولاجين 7 دي 600 مليون خط. ليه؟ لان الكولاجين 7 ده هتلاقيه مشترك في امراض كتير 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 كتير، ماشي؟ كتير. السؤال بقى للناس اللي بتفهم بالعقل كده ايها الجهابذه، هل الحاجات اللي انا عمال اقول عليها دي شافوها باللايت مايكروسكوب ولا بالالكترون مايكروسكوب؟ من غير ما افكر اكيد بالالكترون مايكروسكوب، من غير ما حد يجاوب اكيد بالالكترون مايكروسكوب، لان الحاجات دي لا يمكن حد يشوفها الا بالالكترون مايكروسكوب. خلصت؟ خلصت. لا هيشوف انكورنج فيلامنت ولا هيشوف انكورنج فايبرلز، كله بالالكترون مايكروسكوب. ماشي؟ طيب السؤال اللي بعد كده، انا دلوقتي قررت ان انا اعمل ديسربشن للبيزمنت ممبرين ده. البيزمنت ممبرين ده انا قلت لك ان هي لاير صح؟ وعلشان كده بتفصل. بالله عليكم ايها المواطنون الجهابذه، في اي طبقه من طبقات البيزمنت ممبرين زون هتفصل؟ ما هو بالعقل كده، يا اما تفصل على مستوى اللامينا اليوسيدا دي، يا اما تفصل على مستوى الصاب لامينا دنسا. انما اللامينا دنسا دي ما بتفصلش، والبيزا الكيراتينوسايتس دي ما بتفصلش صح؟ يبقى انا عندي طبقتين، اللي هيفصل اللامينا اليوسيدا او مين؟ الصاب لامينا دنسا. حلو، ايهما اضعف؟ ايهما اضعف، اللامينا اليوزيدا ولا الصاب لامينا دنسا؟ يعني مين اللي تفصل اسهل؟ اكيد اكيد اللامينا اليوزيدا. ليه بقى يا دكتور؟ لان فيها انكورنج فيلامنتس يا بيه، حاجات خفيفه. انما اللامينا الصاب لامينا دنسا دي فيها انكورنج فايبرلز تخينه، ماشي؟ ومن هنا جت فكره حاجه اسمها السليت سكين تيست. انا خد حاجه اسمها السليت، يعني هاس السليت سبليت سكين تيست، يعني ايه؟ هفصل الجلد عن بعض، هنفصل طبقات الابيديرمال البيزمنت ممبرين زون عن بعضها. حلو كده. طيب انا عندي كام مرض في البولس منفجويد او في البنفجويد جروب؟ انا عندي 6 امراض، مرض اسمه بولس منفجويد، ومرض اسمه سيكاتريشيا البنفجويد،
ومرض اسمه الابيديرموليسيس بولوزا اكويزيتا، وحاجه اسمها لينير اي جي اي بولس درماتوزيس، وحاجه اسمها الدرماتيتس هيربيتيفورما او دي اتش، والبولس سيستميك الليين. ايه المطلوب ان احنا نعرفهم في كل واحده؟ زيها زي البنفيجاس بالظبط. انا هقول دلوقتي البيزك بتاع البنفيجويد جروب، صح؟ البيزك اللي على اساسه انتوا هترصوا بعد كده الكتاب رصا رصا. انا مطلوب مني ان انا اعرف اسم المرض، مطلوب ان انا اعرف الابيديميولوجي بيجي في انهي سن، ويجي في الميل اكتر ولا في الفيميل اكتر، مطلوب مني ان انا اعرف الكلينيكال بيكتشر بتاعت كل مرض، مطلوب مني ان انا اعرف افكت الميوكوزا اكتر ولا الكوتينياس اكتر ولا الاتنين يجي فيهم، صح؟ مطلوب مني ان انا في الكلينيكال بيكتشر اتكلم عن الجنرال كونديشن ووصف البله، صح؟ او وصف البليستر. مطلوب مني ان انا اعرف الهيستوباثولوجي اللي تقريبا كل واحد ما عدا اختلافات بسيطه. مطلوب مني ان انا اعرف الدايركت اميونو فلوريسنس والاندايركت اميونو فلوريسنس، صح؟ ومطلوب مني ان انا اعرف ازاي اعالج الحاله دي، ايه هي الكومبليكيشن وايه هي الديفرنشال دايجنوستس. طيب ناخدهم واحدة واحدة. الابيديميولوجي هتلاقيه بيختلف من واحد للتاني، مش هنحفظه او مش هيدخل من ضمن الجنرال، انما هيدخل من ضمن الجنرال الكلينيكال بيكتشر، الجنرال كونديشن بتاعت العيان ده زيه زي البنفيجاس بالظبط. والله يا ابني لو افكت الميوكوزا هتبقى تلاقي الجنرال كونديشن بتاعته زي الزفت، انما لو الميوكوزا سبيرت او ما حصلهاش افكشن الجنرال كونديشن بتاعته هتبقى كويسه، صح؟ بالعقل كده. تاني حاجة وصف البليستر بقى، أو وصف الفيزيكال، أو وصف البولة دي، قلتها المرة اللي فاتت، هل هتكون تنس بولي ولا فلاسيد بولي؟ لا يا فندم، ده هتتكون صاب ابيديرمال، بالتالي هتبقى تنس بولي، صح؟ نوت ايزيلي رابشرت، مش هترابشر بسرعة، صح؟ هتبقى كبيرة، هتاخد سايز أكبر لأنها تقدر تعيش أكتر، صح؟ ممكن تكون على إريسيمتا سبيس، وممكن تكون على نورمال سكين، ممكن الكونتنت بتاعتها تبقى كلير، وممكن تبقى فيها بص، وممكن تبقى فيها بلد عادية خالص، صح؟ البنفجويد يحب يهرش أكتر ما بتوجعه، إنما البنفجس يوجعه أكتر ما بتهرشه، صح؟ ايه اللي يهرشه البنفجويد؟ يبقى هتلاقيها تنس بولي واتشي، صح؟ ده في كل البنفجويد جروب، ده ككلينيكال بيكتشر. الدايركت اميونو فلوريسنس نفس الكلام بتاع البنفجس، هاخد بريليجنال سكين، هحط عليه انتي بادي ليبلد باي فلوريسنت مايكروسكوب. بس في الدايركت اميونو فلوريسنس بقى كده هنا يا شباب هلاقي ايه؟ انا في البنفجاس كنت بقول ايه؟ في البنفجاس كنت بقول اميونو جلوبولين جي وكومبلمنت 3 دايركتد اجينست السيرفيس اوف كيراتينوسايت، صح؟ انما هنا هلاقيها ايه؟ اجينست مين؟ كده مين فاهم؟ هلاقي اجينست البيزمنت من برين زون، صح؟ اجينست البيزمنت من برين زون اللي هي الاستراكشر يعني. طيب الاندايركت اميونو فلوريسنس بقى عشان نخلص، الاندايركت اميونو فلوريسنس اهو مثلا في الاندايركت اميونو فلوريسنس في البنفجس كنا بنعمل ايه؟ كنا بنجيب قرد نقعد نجري وراه نجري وراه لحد ما نمسكه، بعد ما نمسكه نذبحه وناخد الاسوفجس بتاعه، صح؟ او نقعد ندور على فار ونمسكه ونقوم جايين واخدين البلادر بتاعته، ودي هتبقى هي السبستريت، وبعدين نحط عليه السيرم بتاع العيان اللي احنا عارفين ان هو فيه الاوتو انتيبوديز، فالانتيبوديز بتمسك في الانتيجين اللي هو السبستريت، وبعد كده بنحط الانتي انتيبودي الليبلد باي فلوريسنت ماتيريال ونشوفها تحت الميكروسكوب، صح؟ بنلاقي ان السيركيليتنج اميونوجلوبولين جي كومبلمنت 3 ده كان فعلا دايركتد اجينست السيرفيس بتاعت الكيراتينوسايتس اللي بتبقى موجوده في السبستريت. هنا يختلف الامر في البولس بنفجويد او في البنفجويد جروب، يختلف في ايه؟
انا عندي يا حبيبي، انا ما عنديش هنا السيرفس بتاعت الكيراتينوسايتس، صح؟ ما عنديش سيرفس، انا ما عنديش خلايا، انا عايز اشوف الكليفش ده حصل فين بالظبط، الانتيجين مكانه فين بالظبط، صح؟ انا عايز اشوف الانتيجين ده مكانه فين بالظبط. فبيعملوا ايه؟ يجيبوا جلد بني ادم نورمال، حلو، جلد بني ادم نورمال، ويقوموا جايين حاطين عليه 1 مللي مول اوف صوديوم كلورايد. عارفين الصوديوم كلورايد اللي هو محلول الملح، ميه الملح، صوديوم كلورايد، ملح الطعام، صوديوم كلورايد، 1 مللي مول او 1 مول منه. والواحد مول ده لما يحطوه على الجلد، البيزمنت ممبرين زون بيفك بالاوزموزيس، حلو. بالله عليكم يعني علشان ما تشلش، بس انهي طبقه اضعف طبقه فيهم ايه؟ وانا عايز حد يجاوب بقى، اضعف طبقه وهتفك مين؟ هتبقى مين؟ يعني هنفك على ان، يعني هتفك عند انهي لايرز؟ برافو، عند اللامينا اليوسيدا، صح؟ عند اليوسيدا، حلو. ويصبح عندي سليت، يعني هيصبح عندي ايه؟ شق. الشق ده ليه روف، يعني ليه سقف وليه فلور، صح؟ الفلور ده هيبقى مكون من ايه؟ اكيد هيتكون من البيزل كيراتينوسايتس اهي، صح؟ والفلور بتاعه هيتكون من اللامينا دنسا والسبلامينا دنسا، حلو. بس اقوم جاي بقى بعد ما بعمل الفكه دي، افك بقى خلاص، انا فكيت اهو، فكيت الاتنين من بعض، احط السيرم بتاع العيان، وبعدين احط انتي بادي ليبلد باي فلوريسنس مايكروسكوب، واحطها تحت الفلوريسنس مايكروسكوب، حلو كده؟ زي الطبقات بتاعته. لو لقيت الجزء اللي فوق هو اللي منور، يبقى اكيد انتيجين من اللي فين؟ من اللي فوق. لو لقيت الجزء اللي تحت هو اللي منور، يبقى اكيد انتيجينز من اللي تحت. لو لقيت الاتنين منورين، يبقى انتيجين من اللي فوق وانتيجين من اللي تحت. تاني، معناها سهلة كده، صح؟ فصلت، بقى عندي روف وفلور. الروف ده مكون من البيزل كيراتينوسايت زي ما انتوا شايفين اهو، اهو البيزل كيراتينوسايت اهي، والفلور بيتكون من مين؟ من اللامينا دنسا والسبلامينا دنسا. انا عندي في الروف البيزل كيراتينوسايت دي ما فيها انتيجين، صح؟ مش فيها البولس موجود انتيجين واحد، وفيها البلكتين، وفيها الكيراتين 5 و14، صح؟ واللي تحت اللي هو اللامينا دنسا دي مش فيها اللامينين 5، والصاب لامينا دنسا مش فيها الكولاجين 7، صح؟ والحاجات دي مش كولاجين، مش انتيجين. انهي واحده بقى اللي هتنور؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ وعلى حسب اللي هينور فوق وتحت هيديني باترن للمرض، حلو كده؟ وهنفهم كل واحده جت ازاي بالظبط. طيب ندخل بقى في اول مرض، اول مرض علينا بقى اللي هو مين؟ البولس لنفوجويد. ايه ده؟ عايزين نكبرها شوية يا اخي، مش تضربوها دي. طيب بسم الله، انتوا معايا ولا مش معايا الاول؟ بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. تيجي نشوف المرض ده بيبقى عبارة عن ايه؟ ايه اللي انتوا شايفينه الأول؟ ايه اللي انتوا شايفينه؟ أنا شايف مرض، شايف البلة عاملة ازاي؟ شايف البقليلة عاملة ازاي؟ يا لهوي، وتنس ازاي؟ واصلة مكانها فين؟ ودي المكان البقليل او البلي اللي لسه ما فرقعتش، صح؟ او اللي فرقعت. وبعدين انا شايف صوره كده كلها كانها بالظبط ارتكاريا الويلز، معايا في الحته دي ولا لا؟
كلها ارتكاريا الويلز اهي صح، جنبها ارتكاريا الويلز، وشايف صورة فيها تنس بولي وكمان جنبها ارتكاريا الويلز، ما ننساش الحتة دي ماشي. طيب ما ننساش الحتة دي، ها دي الأنواع بتاعته، حاجة كأنها بالظبط يعني. أنا لو شفت دي هقول عليها بوم فليكس صح، لو شفت دي هقول عليها بوم فليكس. دي الفالفا بتاعت عيانة يعني، هو ممكن يجي جنرالايزد وممكن يجي لوكالايزد صح، دي سايت سبيسيفيك سايتس يعني. طيب ده في نوع كمان بيجي في الأطفال الصغيرين أهو، ودي واحد كان عنده سورايسز وهوب ديفلوبد عليها تنس بولي، يعني شايفين بقى الرخامة بتاعة البنفويد ده، إن هو ممكن يجي حتى على سكارز أو ممكن يجي على سورايتيك ليجن. طيب الاندايركت اميونو فلوريسنس، متخيلين بقى اللي انا شايفه ده ولا مش متخيلينه؟ دلوقتي الاندايركت اميونو فلوريسنس، الدايركت اميونو فلوريسنس، شايفين السهم معلم على ايه؟ معلم على ايه؟ السهم معلم لي على البيزمنت ممبرين زون، شوف منوره ازاي وملعلعه، متخيلينها؟ يبقى الدايركت اميونو فلوريسنس عليها اميونو جلوبولين جي وكومبلمنت 3 صح؟ فين؟ اجينست دايركتد اجينست البيزمنت ميمبرين زون. يا صلاة النبي زي الفل، دي واحدة نفس الكلام اهو، ها عند البيزمنت ميمبرين زون صح. طيب ايه الفرق بين اللي فوق وايه الفرق بين اللي تحت؟ موضوع سابق لأوانه، بس نعرف الهيستوباثولوجي الاول وخلاص. طيب الرسمة اللي قدامنا دي، هل هي انترا ابيديرمال بولي ولا سب ابيديرمال بولي؟ بالله عليكم يا موحدين بالله، انا عندي بالراحة كده من غير ما احفظ، ادي الكيراتينوسايتس اهي، ادي الابيديرمس كله اهو صح، الابيديرمس كله كله ببعضه، ادي عند الهورن لاير، واللي تحت على طول على طول هي الجرانولار سيلير، وبعدين ادي البريكل سيلير، وادي البيزل سيلير، وتحت البيزل سيلير حصل كليفج، حصل صب ابيديرمال بولي. انا عايز اكبر لكم الصوره دي وتركزوا معايا قوي، شايفين النقط الحمراء اللي جوه دي؟ اي نقط حمراء كتير تشوفها كده، خلايا كلها احمر احمر، حاجه من حاجتين، يا اما ار بي سيز خلايا دم حمراء، يا اما ايزينوفيلز. ايزينوفيلز طب افرقهم ازاي؟ ان الار بي سيز ما فيهاش نيوكليوس، يعني لو قربت هلاقي خليه كبيره شويه النيوكليوس بتاعتها صغننه، النيوكليوس بتاعتها صغننه، ولكن السيتوبلازم كله ايزينوفيلك، فعشان كده سموها ايزينوفيلز صح؟ عشان كده سموها ايه؟ ايزينوفيلز. طيب ننزل بالرسمه شويه اهو، اول ما تشوفوا الخلايا، خليه اهي اللي انا بعلم عليها بقى اشاور عليها اهي، خليه حمراء كبيره والنيوكلاس بتاعتها صغننه وحمراء، تبقى ايه؟ ايزينوفيلز، دي كله ايزينوفيلز قدامي اهو، كل دي كله الانفلتر ده عباره عن ايزينوفيلز. هعلمكم بقى لما نشوف حاجه فيها ليمفوسايتس هقول لكم هي عباره عن نقط زرقاء بس، الليمفوسايتس عباره عن نقط زرقاء بس، ما بشوفش السيتوبلازم بتاعها ماشي. لما اللي انا لا شايفه ده كله ايزينوفيلز، يبقى البولس منفوجويد او البنفوجويد هلاقي صب ابيديرمال بليستر وفيها ايزينوفيلز، صعبه صعبه، هلاقي فيها اكنسوليتك سيلز، هلطم وصوت واجري واكشف راسي وادع عليك. وليه؟ لان مفيش هنا اكنسوليسز لوسو كوهيجنز بتوين تو سيلز، انما اللي فصل هنا بروتينز، يبقى مفيش هنا اكنسوليسز. بالله عليكم اوعوا تقولوا ان في اكنسوليسز خالص، اوعوا، حصل سيباريشن بس ماشي، اوعوا يا شباب بالله عليكم. طيب انتوا معايا الاول ولا مش معايا؟ وحشين، لا صلوا على النبي. انا لما جيت افرق بين البولس من فوجويد انتيجين واحد
والبولس من فويد انتيجين 2. قلت لك ان هو هيختلف في الشكل وفي التركيب، صح. وقلت لك التركيب بتاعه ان الاولاني ده فيه كولاجينس والتاني ما فيهوش كولاجينس ومش عارف ايه والحاجات دي. طيب صلوا على النبي. انا عندي هنا بارت عرفت ان هو انترا سيلولار، صح، وعندي بارت ترانس ممبرينال ماليش دعوه بيهم هما الاثنين، وعندي بارت اكسترا سيلولار، صح. حلو، وقلت لك ان العصايه دي اعتبريها ان هي متقسمه عامله زي عقله القصبه بالظبط. عقله كونتنت بتاعيها بيسموها كولاجينس بارت، والعقله الثانيه نان كولاجينس بارت. الكولاجينس مع النان كولاجينس حوالي 15 كولاجينس بارت، والكولاجينس بارت ده يبقى اللون الغامق، يعني هنقسمها كده بدماغنا كده، او هتلاقوها متقسمه في عند الدكتور عاصم، هي الرسمه هنا بس مش فاضي ادور عليها بصراحه. خطوط غامقه وخطوط فاتحه، خطوط غامقه وخطوط فاتحه، كأنه بالظبط قميص مقلم اسود في ابيض. الكولاجينس بارت ده بالغامق والنان كولاجينس بارت ده بالفاتح. قال لك ايه بقى؟ قال لك انا عندي حاجه اسمها دومين، اكتبوها ولا اكتبها لكم؟ دومين، دومين، دي او ام اي اي ان. يعني ايه دومين؟ انا عندي انتيجين، صح، انا عندي ايه؟ انتيجين. الانتيجين ده بيطلع ضده انتي بادي، صح، بيطلع ضده انتي بادي. الانتي بادي ده بيروح للانتيجين كله از اتز؟ لا، ده بيروح للموست انتيجينيك بارت. لمين؟ للموست انتيجينيك بارت. يعني مثلا ادي عندي ده كله انتيجين، صح، ده كله ايه؟ انتيجين. الانتيجين ده متقسم حتت، حته منهم ده موست انتيجينيك وليها رايح الانتي بادي يمسك فيها، صح. الحته دي ده كلام للكبار فقط بقى، ده اوفر 18 بقى. ايه اللي ده؟ ده يبقى لما يجي يقول لك يا بنتي ايه هو الايبيتوبيك دومين، هقول والله يا فندم الايبيتوبيك دومين ده ذا موست انتيجينيك بارت. بتاعت مين؟ بتاعت الانتيجين. يعني الانتيجين مش كله انتيجين؟ لا يا بابا، الانتيجين مش كله انتيجين، ده في حته منه بس كده هي دي اللي رايح ضدها الانتي بادي، دي بيسموها ايه؟ ايبيتوبيك دومين. حلو، عرفنا النقطه دي، عرفنا النقطه دي. عندي الحته الاولانيه دي، الحته اللي فوق اللي انا حاطط عليها الايد دي، اللي انا حاطط عليها الايد دي، اول حته من مين؟ من الاكسترا سيلولار، صح. الحته دي كانت نان كولاجينس، واللي قبلها كانت كولاجينس، صح. قلت لكم الكولاجينس بارت ده كام واحد؟ كان 15. يبقى اذا الحته النان كولاجينس اللي وراه هتبقى رقم كام؟ 16، بالعقل كده يعني، صح. قال لك الحته اللي انا مشاور عليها دي ده ذا موست انتيجينيك بارت في البولس من فويد انتيجين 2 في حاله مين؟ البولس بنفجويد. يعني ايه الحته دي؟ سموها ايه؟ قال لك سموها مكتوب عندكم كده في الكتاب ان سي 16 اي. حد يكتب لي في الشات، حد يكتب لي في الشات لو سمحتوا عشان اكتبها لكم. اسمها ايه؟ اي كلمه كده. حلو، بيسموها كده ان سي 16 A. يعني ان سي 16 A، يعني النان كولاجينس بارت الرقم بتاعه رقم 16، الحته منه اللي هي الاي، فسموها ان سي 16 A، النان كولاجينس اللي رقم 16 حرف الاي بتاعتها. الان سي 16 A دي موجودة فين؟ ده يدوب 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 أول حتة من الإكسترا سيلولر بتاعت البيزل سيلير، صح؟ حلو، قاعدة
انا قلت لكم لو حصل ديسربشن في البيزمنت ممبرين لازم يحصل مين؟ سكار، صح؟ ولازم يحصل ميليا. حلو كده؟ حلو كده. انما لو كان السبريشن فوق قوي 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 قوي، او الحته اللي انضربت فوق قوي 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 قوي، ممكن ما تعملش سكار، صح؟ او مينيمال سكار. الحته دي مهمه قوي. انما لو الحته اللي تحت انضربت هنا مثلا، او الانتيجين اللي تحت ده هو اللي انضرب، ده لازم يعمل سكار تاني. انا دلوقتي اللي قدام الاربع طبقات دولت بتوع مين؟ البيزمنت ممبرين. بس في طبقات سوبرفيشال قوي 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 يعني مثلا لو البيزل كيراتينوسايتس الكيراتين 5 و14 انضرب مثلا، صح؟ هيفصل، اه صح، بس الطبقات دي هتقع تقع لتحت، لان الحاجه اللي كانت ماسكاهم فوق نزلت وقعت يعني او باظت، فهتلاقي الهيلينج بتاعه يبقى احسن شويه، صح؟ وبالتالي مفيش ميليا، وبالتالي مفيش سكارز، مفيش ندبات هتحصل، صح؟ انما لو كان الديستراكشن ديب شويه، ديب قوي، اه ساعتها الهيلينج هيحصل بكميه اجريسيف، وهيتكون فيها سكارز ويتكون فيها ميليا. حلو كده؟ المعلومه دي وصلت ولا عيدها تاني؟ لو كان السيبريشن فوق قوي 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 هيحصل سكار بس خفيف قوي قوي. انما لو كان السكار، انما الموضوع لو كان تحت قوي، اه الموضوع هيبقى فيه سكارز كتير وميليا كتير. يعني ايه؟ انا عندي اربع طبقات اهم. اعتبر انك عندك حته كنافه يا ستي، حته كنافه جيتي خرطتيها خرطه كبيره كده، رحت انت واخده كل الدبس ورحت مطلعاها كده من الصينيه، صح؟ حته فراغ ظهرت، وبالتالي الفراغ ده لما يجي يلم هيلم بسكار. انما لو كنت خدتي طبقه خفيفه خالص كده من الكنافه من فوق كده، كنت انت عاملاها اربع طبقات ورحت خدت اول طبقه بس كده، هتشوفيها هي هيحصل سكار، اه بس مش هيحصل سكار جامد قوي، صح؟ يعني الشكل مش هيتغير جامد قوي، صح؟ تخيلتيها؟ تخيلتيها ولا لا؟ حلو. يعني كل ما كانت اللايرز ديبر كل ما كان فرصه ان هو يعمل سكار اكتر. يعني كل ما كان الليجن او الدستراكشن في البيزمنت ميمبرين زون اللي تحت مش اجل سكار، يعني حاجه سكار خفيفه سوبرفيشال سكار. حلو اجلي، شفتوا اجلي؟ انا اي ام اجلي. مهم مش مهم مش مهم. حلو كده. طيب يبقى اول معلومه خدناها اسمها ايه؟ ها يا بنت شكلك عارفه اي ام اجلي. ها اول معلومه خدناها ايه؟ ان انا عندي حاجه اسمها ال ان سي 16 اي ده ذا موست انتيجينيك كومبارتمنت بتاع مين؟ البولس من فوق ده انتيجين واحد. حلو كده. طيب لسه انا لسه دلوقتي في البولس من فوجويد انتيجين 2. قال لك البولس من فوجويد انتيجين 2 ده عباره عن بروتين، صح؟ واي بروتين في الدنيا بيتكون من بولي بيبتايد تشين، واي بولي بيبتايد تشين تبقى عباره عن سلسله او بيسموها تشين، صح؟ والسلسله دي ليها بدايه وليها نهايه، والبدايه بتاعتها بتبقى عباره عن نيتروجينس كومبارتمنت اللي هو ان تيرمينال، والنهايه بتاعتها بتبقى عباره عن كربوكسيل تيرمينال اللي هو سي او او اتش. ده كلام في البايو مش مهم، بس تعرف ان هي ليها بدايه وليها نهايه، صح؟ حلو. انا قلت لكم ان انا عندي حاجه اسمها ال ان سي 16 اي، صح؟ استنوا انا الرسمه دي مرسومه في عصر. افتحوا عاصم صفحة 151. أكيد الدفعتين أنا عاملها في نفسي ليه أهي. الرسمة اللي قدامكم دي ده البولس من فوجويد أنتيجين 2، تمام؟ أنا قلت لك إن هو بيتكون من بولي بيبتايد تشين، وأي بولي بيبتايد تشين بتتكون من اتنين تيرمينال، إن تيرمينال اللي هو النيتروجين، والكربوكسيل تيرمينال اللي هو سي أو أو اتش، صح؟ الإن تيرمينال دي ده جوه، جوه فين؟ ده جوه السيتوبلازم بتاع مين؟ بتاعت الكيراتينوسايتس. والسي الكربوكسيل تيرمينال دي موجوده فين؟ في اللامينه اليوسيدا.
حلو. واللي ما بينهم هنا ادي السيل ممبرين او البلازما ممبرين بتاعت مين؟ الكيراتينوسايت. حلو كده. طيب انا عندي اول طبقه بعد السيل ممبرين اسمها ايه؟ ان سي 16 اي. الان سي 16 اي دي قلت لكم ان احنا نقسمها ثلاث او اربع حتت. اول واحده اللي هو ان سي 16 اي وبعدين في بي وفي سي صح، وسي دي قسموها كذا حاجه كمان. اول واحده اللي هي الان سي 16 اي اللي هي يعتبر بعد البلازما ممبرين على طول. طب لو قلت لك الان سي 16 مش ايه بقى؟ سي ان سي 16 سي، هي فوق صح بس تحتها بشويه صح؟ معايا في الحته دي؟ يعني ان سي 16 هي مش ايه بقى؟ هتعدي البي وادخلي كمان في السي، ما تنسلوش. يبقى هتبقى ناحيه مين اكتر؟ هتبقى ناحيه الكربوكسيل جروب مش ناحيه النيتروجينس جروب. المهم بالعقل كده لو الان سي 16 سي دي سي انضربت دي تعمل سكار؟ اكتر شويه من بتاعه البولس من فويت. تعمل شويه اكتر من بتاعه البولس من فويت صح كده. طيب انا لسه دلوقتي في مين؟ ها، في البولس من فويت انتيجين 2 الرخم. لو الحته التيرمينال دي اللي هي بدايه اللامينا دينسا هي اللي انضربت، هيعمل سكار اكتر ولا اقل من اللي قبله؟ بالعقل بقى كده، هيعمل سكار اكتر ولا اقل؟ اكتر. برافو. طيب انتوا مش ملاحظين حاجه؟ مش ملاحظين ان انتجين واحد كان فيه مالتيبل ايبيتوب او مالتيبل ايبيتوبيك دومين صح؟ مش ملاحظين الحته دي؟ عمال اقول لكم ان سي 16 اي وان سي 16 سي وحته كمان تحت خالص كده صح؟ يعني انتيجين واحد، انتيجين واحد يعمل لك اكتر من ثلاث امراض. متخيلين؟ يعني الانتيجين واحد اهو هو انتيجين واحد، يعني هتلاقي في امراض كتير بولس من فوق انتيجين 2 ويسكت، وبعدين يقول لك بولس من فوق انتيجين 2 في مرض ثاني خالص. الله، طب ازاي يا دكتور ده انتيجين واحد ازاي اداني كذا مرض؟ هقول لك على حسب الايبيتوبيك دومين اللي انضرب. لو كان الحته الفلانيه يديني مرض، لو الحته العلانيه يديني مرض، لو في الشارع الفلاني من الانتيجين يديني مرض ثالث خالص صح. حلو قوي. الحته دي هزود عليها حته كمان. في البولس من فويد، في البولس من فويد يقول لك ايه؟ ده الانتيجين بولس من فويد انتيجين واحد وبولس من فويد انتيجين 2 صح؟ مش متلوها كده؟ بولس من فويد انتيجين 2 وبولس من فويد انتيجين 1 للي قرا يعني، او للي قاري وبراجع. طب ازاي؟ ازاي يعني؟ ما هو يا ده يا ده. قال لك اصل فيه انتيجينيك سيميلاريتي. يعني ايه؟ يعني ممكن انتي بادي واحد، انتي بادي اهو اللي طالع من البي لينفوسايتس واحد اهو، يروح يضرب الايبيتوبيك دومين في البولس من فوجود انتيجين 2 وفي نفس الوقت يروح يضرب البولس من فوجود انتيجين 1. الخاصيه دي او الفينومينا دي سموها ايه؟ ايبيتوبيك سبريدنج فينومينا. اسمها ايه؟ ايبيتوب سبريدنج فينومينا. يعني ايه سبريدنج؟ يعني ايبيتوب في انتيجين وايبيتوب تاني في انتيجين تاني، وجه انتي بادي واحد ضربهم هما الاثنين. فهمت الحته دي؟ يعني ايه ايبيتوبك سبريدنج فينومينا؟ لان في الايبيتوبك سبريدنج فينومينا دي حاجتين. اول حاجه فيهم ان انا انتي بادي، وليكن انا احمد، احمد ده المفروض راح يضرب البولس من فوجود انتيجين 2 بس، لقى كمان ايبيتوب يعني حاجه انتيجينيك بارت كده من الانتيجين تشبه اللي كانت في البولس من فوجود انتيجين 2، فراح ضربها هي كمان بالمره، فيسموها ايبيتوبيك سبريدنج فينومينا. ايبيتوبيك سبريدنج فينومينا خلاص.
يجي في الامتحان بقى والله تيجي وفي الشفوي. يعني ايه يا ابني ابيتوب سبريدنج فينومينا؟ هقول له والله يا بيه، يا اما انتيبادي واحد راح يضرب اتنين انتيجين صح، يا اما كذا انتيبادي رايحه الانتيجين واحد. يا دي النيل عليا وعلى يغلبوني بدر، فاهمها لنا يا عم. نبدا بالاولانيه، انتيبادي اللي هو احمد راح ضرب البولس من فوجويد انتيجين 2 والبولس من فوجويد انتيجين 1، دي خلاص. امال انت بتقول لي بقى كذا انتي بادي ورايحين يضربوا انتيجين 1؟ طب ما انا لسه قايلها ان انا عندي مالتيبل ايبيتوبس موجودين في انتيجين 1. الايبيتوب رقم 1 يديني مرض، والايبيتوب رقم 2 يديني مرض، والايبيتوب رقم 3 يديني مرض ثالث خالص. وعلشان كده للي مذاكر بقى يقول لك ده البولس من فوجود انتيجين واحد مثلا، سوري البولس من فوجود انتيجين 2 موجود فيه، شوف موجود فيه في حالات البولس من فوجود، وهلاقيها في السكاتريشيال كمان بنفوجود يا دي النيله، وهلاقيها في مرض ثالث كمان يا دي النيله. ليه؟ لان انا عندي مالتيبل ايبيتوب على انتيجين واحد. انا بقول لكم الكلام ده وعمال الف وادور واتعب في صوتي ليه؟ والكلام ده مش مهم كامتحان، انما كمهم كفهم. ليه يا ابني؟ ليه؟ انتوا لازم تسالوا ليه؟ ولو في تفسير هقوله، ولو انا مش عارف تفسيره هقول لكم انا مش عارف وندور عليه. ليه انتيجين واحد، انتيجين واحد ويعمل لي ثلاث اربع امراض؟ فهمتوا؟ علشان خاصيه تسمى حاجه اسمها الايبيتوب سبريدنج فينومينا. صعبه كده؟ مش صعب. طيب انا دلوقتي قلت لكم او قلت ال ان سي 16 اي، خلاص عرفناها اللي هي المنطقه دي صح، هي الموست انتيجينيك كومبارتمنت في مين؟ في البولس من فوجويد انتيجين 2 في حالات البولس من فوجويد. يا رب ما اقول عيد تاني. حلو كده عب شافي، حلو. طيب بالله عليكم انا بقى لما اجي اعمل حاجه اسمها السولت سبليت سكين تيست، فصلت المنطقه دي صح، فصلتها بقى عندي حاجات فوق وعندي حاجات تحت صح، بقى عندي حاجات فوق وعندي حاجات تحت. الحاجات اللي فوق مين؟ اللي هي البيزل كيراتينوسايتس باللي فوق، ومين اللي تحت؟ اللامينا دينسا باللي تحتها. يبقى الاندايركت اميون فلوريسنس في حالات البولس بنفوجويد على المستوى التفكير بتاعكم دلوقتي هيبقى فوق ولا تحت؟ الله عليكي، فوق. ايوه كده تمام، فوق. حلو، شفتوا بقى الدنيا هتبقى سهله ازاي بقى؟ ليه؟ لان انا فاهم ان ان سي 16 ايه هتبقى فوق صح. طيب نرخم بقى، قال لك هو مش شرط الان سي 16 ايه هي اللي تنضرب، ده ممكن كمان واحد من اللي تحت ينضرب. فعشان كده في البولس من فوجويد يقول لك ايه؟ مينلي او اساسا او يوجوالي او اكتر في الروف، بس ممكن كمان الفلور ينضرب. ليه؟ لان البولس من فوجويد انتجين 2 هو نازل تحت اهو، فممكن الحته دي تنضرب. ماشي بس كده. شطار شطار شطار. طيب عرفنا مين اللي هو ال 230 ومين هو ال 180؟ كويس. ايه اللي بيحصل بقى في البولس من فوجويد او اي حاجه في البتاع ده؟ هي الفكره كلها ان حصل سيبريشن صح؟ ان حصل سيبريشن لمين؟ ده حصل سيبريشن للبيزمنت ممبرين. طب البيزمنت ممبرين ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بروتينز. يعني علشان ينفصل لازم بروتيوليتيك انزيمز تطلع. والبروتيوليتيك انزيمز دي هتطلع منين؟ اكيد هتطلع من الانفلاماتوري سيلز اللي هم مين؟ يا ايزينوفيلز يا نيوتروفيلز. بالتالي بالعقل كده في امراض هلاقي فيها ايزينوفيلز، وفي امراض هلاقي فيها نيوتروفيلز، وفي امراض ممكن الاقيها ميكسد. الاغلب مين؟ الايزينوفيلز. الاغلب الايزينوفيلز ماشي؟ طيب
الايزينوفيلز او النيوتروفيل ايه اللي حصل؟ ان الانتيجين اتعرف الجسم اتعرف عليه على انه اوتو انتيجين، وبالتالي كون ضد اوتو انتي بوديز، والانتي بودي مسكت في الانتيجين اكتيفيتد الكومبلمنت. الكومبلمنت راح منادي على الايزينوفيلز، الايزينوفيلز طلعت البروتيوليتيك انزيمز، عملت ديجراديشن للماتريكس بروتين اللي بيبقى موجود في الانتيجين ده او في البروتين اللي هو اساسا كان بروتين، وبالتالي حصل السيبريشن، وبالتالي حصلت السب ابيديرمال بليستر، وبالتالي حصل المرض. يبقى انا هعرف ايه؟ انا اعرف الانفلتريت نوع ايه وخلاص. لو عرفت هقول الانتيجين انتي بودي كومبلمنت كومبلكس عمل ريكروتمنت للانفلاماتوري سيلز الفلانيه، طلعت البروتيوليتيك انزيمز العلانيه، عمل ديجراديشن للماتريكس بتاعت الانتيجين الفلاني، حصل السيبريشن على انهي المستوى اللامينا اللوسيدا او السابلامينا دينسا، وبالتالي تكون عند المرض. يبقى ده الايتوباثوجينيسيس بتاع مين؟ ده الايتوباثوجينيسيس بتاع مين؟ اي بولس لينفوجويد او اي حاجه في اللينفوجويد جروب. ماشي، سهله كده. ندخل بقى على الكلينيكال بيكتشر، عرفناها. طيب انا دلوقتي عايز اتكلم عن مرض اسمه البولس بيمفيجويد. اسمه ايه؟ بولس بيمفيجويد. قلت لكم الاكستريمتيز بيجي في الاكستريمتيز اوف ايج، على عكس مين؟ على عكس البيمفيجاس. البيمفيجاس يحب الميدل ايج. الجينال كونديشن بتاعت الراجل دي بتبقى كويسه علشان الاورال افكشن رير، مع ان بولونيا كاتبها اب تو 25%. يعني بولونيا كاتبها اب تو 25% اورال ليجن. ما علينا، مش يعني هو مش موضوعنا دلوقتي. نجيب بس الصور. الموضوع شيق صح ولا رخم زي البنفجس؟ طب كويس، ما هو مش رخم. طيب قبل ما الصوره تيجي بقى هقول ايه. قال لك ان المرض ده او البولس بيمفيجويد ده بيبقى فيه حاجه اسمها البرودرومال ستيج. يعني ايه برودروما؟ برو يعني قبل، برو يعني قبل، برودرومال يعني الحاجات التي تسبق المرض. البرودروما بتاعتها زي ما احنا شفنا ان هي بتيجي بعباره عن نون سبيسيفيك ليجن، حاجة معرفهاش، وغالبا بتيجي في صورة ارتكاريا الويلز وبتلخبطنا كأنها بالظبط ارتكاريا، وبتدخل في الديفرنشيال دايجنوزيس وفي حاجة اسمها ارتكاريال ديرماتوزيس. يعني أنا عندي ارتكاريا دي حاجة، وعندي ارتكاريا ديرماتوزيس دي حاجات تانية. الارتكاريا ديرماتوزيس يعني تيجي بصورة تشبه الارتكاريا، وما هي بارتكاريا. ماشي؟ حلو. طيب انا دلوقتي اهو في البنفجويد جروب، وادي هنشوف دلوقتي الصور بتاعت اهي. شايفين جايه كانها بالظبط ارتكاريا، وانت تشخصيها على انها بالظبط ارتكاريا، ملهاش حل غير كده يعني. وبعد اسبوعين ثلاثه الراجل بتاع الارتكاريا ده اللي كان عمال يهرش ديفولوب، يجيله بقى الانتنس بولي اللي على ريسيمتس او على نورمال سكين، وبتبقى لارج، الكونتنت بتاعتها ممكن تبقى كلير، وبتقعد حوالي 3 4 ايام، وبعدين ترابشر وتسيب ايه؟ مينيمال سكار اور نو سكار كمان. ليه؟ لان انا فاهم ان ال ان سي 16 ايه هي اللي انضربت، وهي كانت سوبرفيشال قوي لدرجه ان هي ممكن ما تعملش سكورز. صح، ممكن ما تعملش سكار. طبعا الفرايتيز بتاعتها دي سهله بقى، نوع بيجي في الحمل فبيسموه البنفوجويد جيستيشيونس، او بيسموه الهيربس جيستيشيونس. ده هناخدها ان شاء الله في الحمل في البريجننسي، يعني هتيجي في الشهر السكند او الثيرد تريمستر، اللي هو البولس منفوجويد اوف بريجننسي. ماشي، وبيجي الاول بيري امبرايكل، وهو ليه كلام كتير كده احنا بنقوله ان شاء الله فين؟ في الديرماتوزيس اوف بريجننسي. في اللوكالايزد فاريانت اللي احنا هنشوفه دلوقتي اهو، النوع ده يجي بالظبط يعني هو ده بولس من فوجويد،
ولكنه جاي بيشبه البومفليكس، فبيسموه ديس هيدروتيك ديس هيدريسي فورم بنفجويد، ماشي؟ يعني يشبه الديس هيدروتيك اكزيما. ممكن يجي لوكالايز زي اللي بيجي في الفالفا، وممكن يجي في التشايلد هود زي ما احنا شفنا اهو، تمام؟ وممكن يجي على حاله سورايسز، او ممكن يجي على سكارز، وممكن يجي في البالم والسول بس. الحاجات دي طبعا انواعه كتيره كده هنقولهم بعدين، طيب، او بقروها في الكتابه سهله يعني، خلاص. طيب قولوا لي بقى الهيستوباثولوجي بتاعت البنفويد البولس منفويد بكلمه واحده، سب ايبيديرمال بلستر والانفلاماتوري انفلتريت فيها ايزينوفيلز. صعبه؟ طيب انا دلوقتي على مستوى اللايت مايكروسكوب شفت سب ايبيديرمال بلستر، انا علشان اشوف الليفل بتاع البلستر حصلت فين، الليفل بتاعت البلستر دي هل هي حصلت على مستوى لامناليوزي ده ولا على الصاب لامناليوزي، هعمل ايه؟ هعمل الالكترون ميكروسكوب، صح؟ واشوف الكليفج هنا حصل بقى على مستوى ايه بالعقل بقى، ده ال ان سي 16 ايه اللي انضربت، يبقى على مستوى لامناليوزي ده ولا على مستوى الصاب لامناليوزي. برافو، على مستوى اللامناليوزي ده، صح؟ طب انا دلوقتي عايز تو كونفيرم ماي دايجنوزيس، اقوم جاي عامل مين؟ هعمل السولت سبليت سكين تيست، احط ايه؟ 1 مول اوف صوديوم كلورايد على مين؟ على نورمال سكين، وافصله، وبعدين اجيب الدم بتاع العيان، صح؟ وافصله سيرم، يعني هجيب السيركيوليتنج اميونوجلوبولين اللي تبقى موجوده في السيرم، واقوم جاي حاططها على حته الجلد دي بعد ما فصلتها، صح؟ الانتي بوديز اللي تبقى موجوده هتجري ناحيه مين؟ الانتيجين بتاعتها، صح؟ مسكت فيها، اقوم جاي حاطط انتي انتي بودي، واقوم جاي شايف انتي انتي بودي ليبلد باي فلورسنس مايكروسكوب، واقوم جاي شايفها تحت الميكروسكوب الفلورسنس مايكروسكوب. هنا بقى هلاقيها في الابيديرمال كومبارتمنت يعني الروف، ولا هلاقيها في الديرمال كومبارتمنت اللي هي الفلور؟ قال لك ان انا هلاقيها في الديرم في الابيديرمال كومبارتمنت اللي هو الروف، صح؟ هلاقيها في الابيديرمال كومبارتمنت اللي هي مين؟ غالبا غالبا سمعتوا؟ غالبا. بس هل ممكن الاقيها في الديرمال؟ ممكن، ممكن الاقيها في الاثنين، ممكن، بس مين اللي اغلب؟ الابيديرمال كومبارتمنت. ليه يا ابني؟ لان الاكثر انتيجينيك بينضرب حاجه اسمها الان سي 16 ايه يا فندم، اللي بيبقى موجود في الابيديرمال كومبارتمنت او بيبقى موجود في الروف، ماشي؟ صعبه كده؟ مش صعبه. طيب طبعا الديفرنشال دايجنوزيس احنا ما بنقولوش اعالجه ازاي، ركز معايا، ولازم علشان اعرف انكم مركزين معايا ركزوا معايا في الحته دي قوي، ركزوا معايا في الحته دي قوي قوي، لان ده على طول بيسالوه، يا بنتي ايه الفرق في العلاج بين البنفجاس فالجاريس والبولس بنفجويد؟ بكلمه، بكلمه منك، بكلمه واحده، اي حاجه هقول والله يا بيه، في البنفجاس فالجاريس انا لازم ابدا بسيستميك سترويد، انما في البولس بنفجويد ده الكلام الجديد، ابدا بتوبيكال سوبر بوتنت سترويد. يا دكتور هتدي له بوتنت سوبر بوتنت، يعني هتدي له مثلا درموفيت حتى لو كان ماسك على جسمه كله؟ حتى لو كان على جسمه كله، ذا فيرست لاين اوف تريتمنت ان بولس منفويد از سوبر بوتنت توبيكال سترويد. حلو. طيب افرض ما جابش نتيجه، افتكروا الكلمه دي، افرض التوبيكال ما جابش نتيجه، تقولي له الحته دي يا فندم البولس بنفويد بيشم الاسترويد. يعني ايه بيشمه؟ يعني انا همشي على نص مللي جرام بير كي جي بير دي. يا لهوي، ده انت كنت بتقول لنا في في البنفجاس اب تو 3. البنفجاس اب تو 3 مللي جرام بير كي جي، انما في البنفويد نص وممكن لحد 1 مللي جرام بير كي جي.
متخيلين؟ نص لواحد ملي جرام، لدرجه ان هم بيسالوا يا ابني ايه هي جرعه الاسترويد في البولس من فويد؟ قول له نص ملي جرام بير كي جي بير دي. حلو؟ نص ملي جرام بير كي جي بير دي. انما في البنفجاس اب تو 3 ملي جرام بير كي جي بير دي. حلو؟ هل انا كنت بقول لكم في البنفجاس ببدا بتوبيكال استرويد؟ ده نيفر. في البنفجاس فالجاريس ده سيستميك استرويد واجريسيف. حلو الكلام. طيب نفس الكلام، توبيك استرويد ما ينفعش يبقى سيستميك استرويد، وممكن ازود مع سيستميك استرويد ازاثيوبرين اللي هو الانيوران، سايكلوسبورين، مايكوفينوليت، موفيتيل اللي هو استرويد سبيرنج دراج، زي بالظبط البنفيجاز. صعبه كده؟ مش صعبه. طيب جالنا طفل صغير، انا عمري ما هنسى الطفل ده، كان عنده 12 سنه. الطفل الصغير ده ادينا له سوبر بوتين توبيكال استرويد ومخفش، فاضطرينا ان احنا ندي استرويد. ادينا له نص ملي جرام بير كي جي بير دي ما تحسنش، ادينا له 1 ملي جرام بير كي جي بير دي ما تحسنش، زودنا معاه السايكلوسبورين او اللي هو نيورال ما تحسنش. يا دي النيله، الواد من كتر الاسترويد اللي خدها جاله كوشنج بقى كوشنيت فيس، والواد نفخ كده وتختخ كده. يبقى الحل بعد كده ايه؟ زي البنفلس سيركيوليتنج انتي بوديز اللي ماشيه في الدم، لمها يا عم وارميها، اعمل لها بلازما فارسز. صح، الواد ده اتحسن على البلازما فارسز، وبعد كده دخل في ريلابس، وكان الريلابس ده كان عنيف قوي لدرجه ان احنا اضطرينا ان احنا نديله الاي في اي جي اللي هو الانترافينوس اميونوجلوبولينز. طبعا انتوا عارفين الانترافينوس اميونوجلوبولينز، عرفنا الفكره بتاعتها. او ممكن نديله ريتوكسيماب. النهارده بقى وانا حاضر في المؤتمر كانوا بيتكلموا على الريتوكسيماب والبتاع الجديده الجديد اللي طالع منه اللي انتي سي دي 20، بس بصراحة مش فاكر اسمه مش فاكر، أنا كنت نايم النهاردة، أنا كنت رحت النهاردة وقعدت نايم أصحى ونايم، أصحى يصحوني كده شوية وبعدين ألاقيهم بيتكلموا في السورايسز أقوم جاي نايم تاني. ماشي، أو حتى أنا والله عايز أنام، بس يلا عايز أخلص لكم. ندخل بقى في النوع اللي بعد التاني خلاص، اللي هو إيه؟ drug induced bolus lymphoid. هو نفس الكلام بتاع drug induced lymphoma، نفس الكلام. ادي الاندايركت، ادي الدايركت immunofluorescence اهو، ده الاندايركت اهو، سوري. شايفين الاندايركت؟ انا حصل سبليت، بص اللي معمول عليها النجمه دي، ده السليت اللي هو اللامينالوسي ده، صح؟ شوف الروف منور ازاي، ده الروف منور منور، وممكن كمان الفلور ينور على حسب بقى الحته اللي انضربت ايه، بس الاغلب مين؟ الروف. حلو، الاغلب الروف. وادي الصابق بديرمال بليستر وفيها الايزينوفيلز، خلاص خلصناها. هي دي اهم حاجه البولس من فويت. ندخل بقى على السيكاتريشال بنفويد. السيكاتريشال بنفويد او الاسم التاني بتاعه اللي بيسموه ميوكس ممبرين بنفويد. مين اللي بيتكلم؟ هو ايه؟ اكتب ايه؟ طيب ما هو اسمه ميوكس ممبرين بنفويد اهو، ظاهر قدامكم في الشاشه اهو، ميوكس ممبرين بنفويد. ايه الميوكس ممبرين بنفويد كده؟ تعالوا بقى كده، او السيكاتريشال بنفويد، عايزين نشوف. اه عمرنا ما هننسى الرسمه دي. عارفين السيكاتريشال بنفويد ده بيفكرني بمين؟ الشاطر يفكرني بمين؟ بالبارانيوبلاستيك بنفجاس، صح؟ الدواء الاخير اللي هو ريتوكسيماب. لا ريتوكسيماب ده احنا قلناه قبل كده، انا بتكلم على الابديت بتاعه اللي انا مش فاكره بصراحه، وكان بيقول لك بيمسك في البي 17 سب يونت بتاعه السي دي 20، بس مش فاكر بصراحه كان اسمه ايه، مش فاكر، رومي باب حاجه زي كده يعني، او ماب في الاخر مش فاكر، هبقى اجيبها لكم. خلينا دلوقتي في مين؟
السكاتريشيال بنفويد او اللي بيسموها الميوكاس ممبرين بنفويد، صح؟ انا قلت لكم زمان، مش زمان، انا قايلها لكم النهارده، ان البنفويد غالبا ما بيجيش في الميوكاس ممبرين، صح؟ وعشان كده اللي بتيجي في الميوكاس ممبرين ده بقولك دي سموه كده ميوكاس ممبرين بنفويد. اللي بيجي عبارة عن ايه؟ بيجي عبارة عن كوتينيوس ليجن، ماشي، يجي عبارة عن اكتر ميوكاس ممبرين افكشن. حلو كده؟ طيب يبقى هو اسمه ميوكاس ممبرين بنفويد. يلا ايه هي الديفينيشن بتاعه؟ لما يجي في الميوكاس ممبرين بنفويد هقول ده صب ابيديرمال ولا صب ابيثيليال بلستر؟ يعني هقول صب ابيديرمال بلستر ولا صب ابيثيليال؟ صب ابيثيليال، علشان ايه؟ احنا فاهمين بقى ان الطبقه بتاعت الميوكوزا اسمها ابيثيليال لير وليست ابيديرمس، صح؟ حلو، يبقى هو عباره عن صب ابيثيليال بلستر، صح؟ بريدومينانت فيه الميوكوزا، بيبقى سيفير. افتكروا البارني بلاستيك بنفيوس لازم يعمل سكارنج، يرخم حتى في علاجه. يعني حتى كمان لما اجي اتكلم عن علاجه هيقول لك ده حتى السيستميك سترويد ممكن ما ينفعش معايا. حلو، يبقى هيصيب الميوكوزا. هل هيصيب الميوكوزا بتاعت الاورال كافيتي؟ لا، انت عندك الكونجنكتيفا دي ميوكوزا، صح؟ عندك الاسوفيجاس دي ميوكوزا، اللارينكس ميوكوزا، الجي اي تي ميوكوزا، الريكتام واليوريثرا ده كله ميوكوزا، صح؟ ايه هي الانتيجنز اللي بتبقى موجوده فيه؟ فاكرين البارني بلاستيك بنفجاس لما كنت بقول لكم كله؟ نفس الكلام السكاتريشال بنفويد تقريبا كله بالراحه كده. قال لك هو افكت البولس بنفويد انتيجين 2، انهي حته فيه بقى؟ انهي حته فيه؟ قال لك الحته الديستال خالص اللي هي عند السي تيرمينال. انا مش هجيب رسمه تانية، فاكرين الحته اللي هي عامله زي اليو شيب الاخيره دي؟ هي دي اللي انضربت، يعني بقى ديب قوي، صح؟ ديب خالص. يعني هو هتلاقيه مكتوب عندك كده في الكتاب ان هو الانتيجينيك بارت بتاعته عند الديستال سي تيرمينال، عند اخر حته فيه. حلو، حلو قوي. مش هيبقى فين؟ يبقى هي ناحيه اللامينا مين دنسة، صح؟ يعني هي اللي بتبقى موجوده فين؟ اللي السي تيرمينال دي اللي موجوده في اللامينا دنسة. طيب فاكرين الانتجرين؟ الانتجرين اللي كانت برضو من ضمن الاستراكشر بتاعت اللامينا لوزيدا اللي هي كانت الاول الفايبرلز ولا الفيلامنتس؟ الفيلامنتس. الانتجرين قلت لك الانتجرين دي الفا 6 وبيتا 4، يعني انا هقول احنا كبار، صح؟ مثال كبار، انا حافظها كده. يعني انا عندي الالفا 6 وعندي بيتا 4، صح؟ هو مفيش حاجه اسمها اورال 6 واورال 6 اللي هو الجماع الفمو يعني. فبقول لك ايه؟ ان الالفا 6 لو انضربت تعمل لك اورال ليجن اكتر، انما البيتا 4 لو انضربت تعمل لك اوكيولار ليجن اكتر، ماشي؟ احفظها ازاي؟ انا حافظها بقى بالاورال 6. اورال يعني ريليتد لرقم 6، ماشي؟ طيب بس كده. يبقى انا عندي اورال بنفويد لو الالفا 6 انضربت، او الاوكيولار انفولفمنت لو البيتا 4 انضربت. طيب ايه تاني بينضرب؟ عارفين اللامينين؟ انضرب اللامينين ده كان موجود فين؟ في اللامينا دنسا اللي كان عامل زي الصليبه. اللامينين 5 اللي الاسم الجديد بتاعه اللامينين 3 3 2، شوف ده كله انضرب، يا دي النيله، متخيلين؟ يعني انا عندي البولس مفقود انتيجين 2 من عند السي تيرمينال بتاعته. على فكره انت لو قلت البولس مفقود انتيجين 2 وسكتوا خلاص، والله العظيم صح، مش غلط. يعني الالفا 6 والبيتا 4 وما ننساش اللامينين 5 او اللامينين 3 3 2. حلو كده، بس كده. البولس مفويد انتيجين واحد ممكن ينضرب؟ ممكن ينضرب زي الفل. طيب بس معظم الحاجات دي، معظم الحاجات دي هتبقى في الروف ولا في الفلور؟ بالعقل، يعني معظم الحاجات دي استبعد البولس مفويد انتيجين واحد،
معظم الحاجات دي هتبقى في الفلور ولا في الروف؟ يعني درمل ولا ابيدرمل؟ فكر بس، فكر هتبقى ايه؟ الفلور، الدور الاخير. حلوه الدور الاخير دي، اللي هو الدور الاخير ايه ده؟ المفروض دور الارض بقى مش الدور الاخير. طيب الابيديميولوجي بتاعه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان هو بيصيب الفيميلز اكتر، الحمد لله ان هو بيجي في الالدري اكتر، يعني من 60 ل 80 الفيميلز اكتر من الميلز الحمد لله. الميوكوزا بقى افكت بقى، شوف بقى فاكرين بقى في البنفجاس البارانيوبلاستيك بنفجاس، ساعه ما كنت بقول لكم انتراكتابل اورال ستوماتيتس، فاكرين كانت انتراكتابل والستوماتيتس بتعدل فيرمولان بوردر صح؟ هنا بقى يقول لك اكتر منطقه هتتاثر اللي انا عمال اشاور عليها دي، اللي هي مين؟ الجنجفا، اللثه صح؟ الجنجفا. نعم يا بابا، ما قفلتوش يا حبيبي. الجنجفا ماشي، الجنجفا اللي هي يجي لك حاجه اسمها ايروسيف، زي شوف انتوا شايفين الالسر عامله ازاي، يا لهوي ايروسيف جينجيفايتس، ايروسيف جينجيفايتس ممكن تصيب البلد، ممكن تصيب النيزوفارينكس، ممكن وتعمل لك ألسريشن وابيستاكسيس، ممكن تصيب الفارينكس نفسها، ممكن ايه المشكله يعني، وتعمل لك ألسريشن وديسفاجيا، ممكن اللارينكس ويجي له هورشنس اوف فويس وما يعرفش يتكلم، ممكن ايسوفاجس ويجي له ديسفيجيا، زي بالظبط مين؟ زي بالظبط البنفجس ماشي. طيب الكوتينيس مانيفستيشن بقى، قالك الكوتينيس مانيفستيشن عكس البنفجويد. البنفجويد كنت بقول لكم، البولس بنفجويد كنت بقول لكم كوتينيس مانيفستيشن مينلي واب تو 25% ممكن يجي لك بأورال ليجن، انما السيكاتريشال البنفجويد يجي لك اورال او ميوكوزا الاكتر، و25% ممكن يجي الكوتينيس. هيجي لك بايه؟ نفس الحوار، تنسبولي كلير فلويد ولارج سايز، بس دي لما بترابشر هتسيب مكانها ايه؟ هتسيب مكانها دينيوتد سيرفيس، هتسيب مكانها سكارز صح؟ لانه بيحب السكارز، هتجي لك سكارز، تجي لك اتروفيك سكارز ماشي؟ مش عارف بقى عندكم المعلومه دي، حاجه اسمها البرونستينج بيري بنفجويد. البرونستينج بيري بنفجويد ده سندروم، برونستينج بيري سندروم، برونستينج بيري بنفجويد هو سيكاتريشال بنفجويد بس لوكاليزد في حته معينه، يعني ممكن يبقى لوكاليزد في الهيد او النك، الميوكوزا الافكشن بتاعته تبقى مش موجوده اصلا، ويحب السكالب لو جت فيها يجي لك سيكاتريشال الوبيشيا، يعني هي سيكاتريشال بنفويد بس ما فيهوش اورال ليجن ماشي. ده حاجه اسمها ايه؟ برونستينج بيري بنفويد. الهيستوباثولوجي بتاعه كلمه واحده، سب ابيديرمال بليستر صح، وفيها ايزينوفيلز، بس صاحبنا ده التندنسي ان هو يعمل سكارز عالي قوي صح، وبالتالي انا هلاقي فيه فايبروزيس كتير صح، الفايبروزيس ده ما ده دليل ان هيحصل فيه سكارز بس كده، صعبه كده. الكليفج هيتم على انهي مستوى؟ على مستوى اللامينيز ده ولا على مستوى اللامينا دنسا؟ انا قلت لك خلاص اهو، الانتيجين بولس من فوجود انتيجين 2 والانتجرين الفا 6 وبيتا 4 واللامين 5، هيتم بقى الكليفج على انهي مستوى؟ اللوز ده ولا الصب لامينا دنسا؟ علل، هتبقى موجودة فين؟ أيوة الشباب الحلوين، يبقى الكليفيش هيحصل فين؟ على مستوى اللامينا ليوسيدا، على مستوى اللامينا ليوسيدا ليه؟ لأن البولس مفقود أنتيجين واحد، بولس مفقود أنتيجين اتنين، الألفا 6 البيتا 4 ده كله موجودين فين؟ في اللامينا ليوسيدا صح؟ صح كده؟ ماشي. ندخل بقى على الاندايركت ميونو فلوريسنس اللي هو بيسموه سولت سبليت سكين، هلاقي بقى الانتي بوديز رايحه للفلور ولا رايحه للروف؟
بالراحة بالراحة بالراحة. هيبقى اكتر فين؟ الروف والفلور الاتنين صح. ليه؟ لان عندي بولس منفوجات انتيجين واحد فوق صح؟ ده موجود في الروف، وعندي بولس منفوجات انتيجين اتنين من تحت، وعندي لامينين فايف من تحت. اه يبقى ممكن فوق وممكن تحت صح؟ يعني ممكن تقولي له it may be in the floor او it may be in the roof. ماشي؟ بس كده بدأتوا تفهموني. طب كويس، وده شيء مش وحش. شوفوا الميوكاس ممبرين افكشن في البنفويد، يا خرابي الهارد بلت عامل ازاي، ايروسيف يا ساتير يا رب. بصوا بقى ايه اللي حصل بقى في العين. العين حصل فيه فايبروزي صح، فراحت العين قلبه لبره، فراح عمل لي حاجه اسمها الاكتروبيوم صح. اكتروبيوم مين بقى اللي كانت مضروبه هنا، الالفا 6 ولا البيتا 4؟ برافو عليك، والبيتا 4. انا هجاوب السؤال واغني مع نفسي فور. هنا هيبقى البيتا 4 هي اللي انضربت صح. بس كده اعالجه ازاي؟ قالك والله ان الدواء المرض ده نوت ريسبوندنج للسيستميك سترويد اتسيلف. تخيلين لدرجه ان ما ينفعش تدي فيه سيستميك سترويد لوحده، ده انت لازم تبدا معاه بسيستميك سترويد واميونو سبريسيف الاثنين مع بعض. قال لك ممكن يستجيب على الدبسون، على السايكلوفوسفامايد، وخصوصا مع الاوكيولار ليجن. يعني اللي انا قدامكم دي، لان السايكلوفوسفامايد هيبقى كويس قوي مع الاوكيولار ليجن. الاوكيولار ليجن افتكروا السي يعني اي صح، سي يعني بشوف، يعني يبقى السايكلوفوسفامايد هيبقى مع الاوكيولار ليجن اكتر. ماشي؟ يعني الحاجات اللي انا كنت بحفظ بيها كده. يعني شايفين الالكتروبين عاملين ازاي، حاجه يعني رهيبه. شايف البرونستينج سندروم بقى اهو، ده اللي انا كنت بقول لكم عليه، اللي هو لو جه في الميوكوز بيجي في السكال يقوم جاي عامل لك سيكاتريشال الوبيش. سيكاتريشال الوبيش، حلو الكلام. طيب ندخل بقى على النوع اللي بعد كده. طبعا البروجنوزز بتاعه زي الزفت صح، البروجنوزز بتاعه زي النيله. ليه؟ اللي عنده اورا ليجن زي الطين صح. طيب ندخل بقى على، اديكوا راحه 5 دقايق، ايه رايكم؟ مرض يعني اخف شويه. هناخد بس، احنا عرفنا الفكره بتاعت الامراض كلها هتبقى سابق بدنهم البليستر، كلها هتيجي بال ده في الهيستوباثولوجي بتاعها كلها سابق بدل من البلاستر. اللي هتفرق معانا بس الاندايركت ايمونوفلوريسنس والالكترون مايكروسكوب بس. الكليفج على حصل على انهي ليفل وخلاص على كده. هندخل في مرض اسمه ابيديرمولايسيس بلوزا اكويزيتا بالراحه كده. ابيديرمولايسيس يعني حصل لايسيس في الابيديرمس صح، بلوزا نتيجة الخلل اللي حصل في الإبيدرمس ده تكونت بولي. أكويزيتا جاية من كلمة أكوايرد صح. أنا عندي مرض في الجلدية حاجة اسمها الإبيدرمولايسيس بولوزا، ودي 3 حاجات، إبيدرمولايسيس بولوزا سيمبليكس وديستروفيكا وجانكشنال، ولسه هناخدها مع الجينو بولس. ماشي؟ مش موضوعنا دلوقتي. إيه اللي حصل في الإبيدرمولايسيس بولوزا أكويزيتا؟ أكويزيتا يعني حاجة أكوايرد صح؟ كده انا عرفت اسم المرض سببه ايه. سببه ان في انتيجين في الجلد، الجلد ده الاميون سيستم يعني، او الانتي بودي اتعرفت عليه على انه انتيجين. الانتيجين ده كان مين؟ كان الكولاجين 7. والكولاجين 7 ده كان موجود فين؟ قلت لكم حطوا تحته مليون خط. انا هجاوب، الكولاجين 7 ده كان موجود في الصب لامينا دنسا، كان هو اللي بيكون لي حاجه اسمها الانكورنج فايبريلز صح. حلو قوي، يبقى انا عرفت ان الانتيجين هنا حاجه اسمها الكولاجين 7، والكولاجين 7 ده كان موجود في الانكورنج فايبريلز. وشكرا شكرا، ده موجود في الصب لامينا دنسا. يبقى لما اجي اتكلم بقى عن الكليفج هيتم على انهي مستوى؟
حضرتك هتقولي لي على مستوى الصب لامينا دنسا، صح؟ صح. قال لك البرزنتيشن بتاعت الابيدرمولايزس بولوزا دي ممكن تبقى حاجه من حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هو يبقى ريليتد للتروما، يعني ايه؟ بالراحه بالراحه، يعني الانتيجين ضعيف، صح؟ ولما الانتيجين يكون ضعيف اي خبطه فيه، هو مش شرط بقى ان هيحصل فيه اوتو انتيبادي زي هنا بقى، هو الانتيجين اوريدي ضعيف، فمجرد اي خبطه اي تروما تحصل، اي تروما تحصل هتتكون بقليله لان الكولاجين 7 هيتكسر، فعشان كده يسموها دي الميكانوبولس. انما الاميونوبولس ان في اوتو انتيبادز دايركتد اجينست الكولاجين 7، وبعدين حصل الكومبلمنت اكتيفيشن، وبعدين جت الانفلاماتوري انفلتريت اللي هتبقى هنا ميكسد ايزينوفيل ونيوتروفيل. هنقول ليه الايزينوفيل والنيوتروفيل راح مطلعين لي بروتيوليتيك انزيمز، والبروتيوليتيك انزيمز كسرت لي الكولاجين 7 وحصل لي صب ابيديرمال بولي. حلو، انا لما اجي اعمل دايركت اميونو فلوريسنس، دايركت اميونو فلوريسنس هي كلمه واحده، كلمه واحده، هلاقي في اميونو جلوبولين جي وكومبلمنت 3 عند البيزمنت ممبرين زون وشكرا، صح؟ الاندايركت اميونو فلوريسنس اللي هو السولت سبليت سكين، يلا بقى انتوا اللي هتقولوا لي عند الروف ولا عند الفلور، وهنا هتقولوا اونلي، يا روف اونلي يا فلور اونلي، هتختاروا ايه؟ هتختاروا ايه؟ روف ولا فلور؟ اكيد فلور اونلي اونلي. يبقى الابيدرمولايز بلوز اكويزيتا فلور بس، خلاص. ليه؟ لان الكولاجين 7 موجود في الفلور بس، صح؟ بس كده ابيديرموليسيس بلوزا اكويزيتا. حلو، طبعا الكلام الكتير بقى بتاعه ان هو ممكن يجي بولس من فوجويد لايك او سيكاتريشال من فوجويد لايك، مش هتفرق كتير. هما قالوا ليه كده؟ ليه؟ لانك قالوا سيكاتريشال من فوجويد لايك لانه ممكن يجي لك فيه بميوكاس ممبرين انفولفمنت، بس دي بتبقى رير شويه، وعلشان كده قال لك ده ممكن يجي بصوره تشبه السيكاتريشال بنفجويد، ماشي؟ الهيستوباثولوجي بتاعه خلاص قلناه. طيب الهيستوباثولوجي في تكه صغننه كده، انا قلت لكم ان هو هيبقى ميكسد انفلتريت، ده امتى؟ ده في حاله مين؟ الاميون، صح؟ مش هو نوعين؟ اميون ميديتد وميكانيكال ميديتد. الميكانيكال دي يعني حصل تروما خبطت للكولاجين 7 ففصلته، اللي لو حصل فيها ميكانيكال هلاقي فيه انفلتريت؟ لا، هيبقى زيه زي الابيديرموليسيس بلوزا بالظبط، ما فيهوش انفلتريت. وانا حاجه قلتها لكم في وانا بشرح البورفيريا، قلت لكم في حاجه اسمها السيل بور بليستر او بيسموها السايلنت بولي، دي هتبقى موجوده في الابيديرموليسيس بلوزا اللي هي الميكانيكال يعني او الميكانوبولس، وموجودة في حاجة اسمها البورفيريا كونتينيا تاردا في الميتابوليك. طيب ازاي اعالجها؟ والله على حسب يا بيه، لو كانت اللي هي الميكانوبولس افويد التروما، لو كانت الاميونوبولس هضطر ان انا اديها سيستميك سترويد، وخلي بالك ان هي علاجها برضو من الحاجات الرخمة، سيستميك سترويد واميونو سبريسيف دراجز زيها زي البولس من فوجات بالظبط. طيب ناخد مرض تاني، حاجة اسمها، نشوف المرض اللي بعده اسمه ايه وبعدين نشرحه، نشوف الصور بتاعته. ادي اهو جايب سيكاتريشال الليمفوجويد لايك اهو، اللي بيديرمولايز بلوزا كوزيتا، يا اما تيجي ميوكوزال يا اما تيجي كوتينيوس. دي هنا صورة للبولس بنفويد ان هو جايب ارتكاريا ليجن وبعدين جاي بليستر. طيب المرض اللي بعد كده حاجة اسمها الدرماتيتس هيربيتي فورمز. ما معنى كلمة درماتيتس هيربيتي فورم؟ بالعقل كده، درماتيتس يعني ايه؟ يعني انفلاميشن في الجلد، صح؟ وهيربيتي فورم يعني جاي لك بصورة تشبه الهيربس. يعني ايه كلمة هيربيتي فورم؟ يعني جاي لك بجروبد، جروبد فيزيكال على اريسيماتا سبيس، جروبد فيزيكال على مين؟
هيريسيميتس بيز، صح؟ ده هيربيتي فورم. درماتيتس هيربيتي فورم يعني ايه؟ درماتيتس يعني حاجه تشبه الاكزيما، يعني العين ده هيجي لك بجروب دي فيزيكال وفي نفس الوقت انتنسلي اتشنج، بيهرش جامد قوي. انا عندي امراض في الجلديه بتهرش جامد قوي، الاكزيما بانواعها، الدي اتش يهرش جامد، الفانجل يهرش جامد، اللي عندهم التينيات تينيا سيرسيناتا او تينيا كروريز يهرش جامد، السكيبز يهرش جامد، الارتكاريا يهرش جامد، ماشي. يبقى في حاجات انتنسي اتشنج كده عندنا في الجلد. انما العين لما يجي يقول لك اه احيانا بهرش، تعرف ان هو ما بيهرش خلاص. سبب الدي اتش دي ايه؟ ناخد القصه من اولها لاخرها. انا عندي اكل باكله اسمه القمح، الويت، القمح. القمح ده فيه ماده نتيجه الميتابوليزم بتاع القمح ده، حاجه اسمها الجلوتين، ماشي. المهم الجلوتين ده بيحصل له ميتابوليزم تاني لحاجه اسمها الجلايدين، والجلايدين ده بيحصل له ابسوربشن من خلال الانتستين، ولما بيحصل له ابسوربشن من خلال الانتستين خلاص. ايه اللي حصل علشان يعمل لي الدي اتش؟ اولا الدي اتش ده اللي هو الدرماتيتس هيربيتي فور، انا عايز اعرف الانتيجين بتاعه فين، لانك لو فهمت الانتيجين بتاعه انت كده فهمت الدنيا كلها ماشيه ازاي اصلا. حلو. طيب اولا الاتيوباثوجينيسيس بتاعه رخم شويه، رخم شويه، ولازم تتفهم بالراحه 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 بالراحه. الانتيجين هنا حاجه اسمها ترانس جلوتامينيز، ترانس جلوتامينيز انزيم. انا عندي ترانس جلوتامينيز انزيم ده ثلاث انواع، واحد واثنين وثلاثه، وفي اربعه بس مش عليكم. ماشي ماشي. احنا بنتكلم دلوقتي الانتيجين هنا اللي هو الابيديرمال ترانس جلوتامينيز ثلاثه. ابيديرمال ترانس جلوتامينيز كام؟ ثلاثه. يلا بقى نفهم بقى القصه بتاعته، نفهم القصه بتاعته جت ازاي. صلوا على النبي، صلوا على النبي. اولا العيان ده عنده جينيتك سسبتابيليتي، وهيتعرض للتريجرنج فاكتور، والتريجرنج فاكتور دي والانيشيات اميون ريسبونس، زي اي مرض في الجلد برضو. الجينيتك سسبتابيليتي اللي هو الدي كيو 2 دي مش مهم قوي يعني. مين الشاحن؟ مش هنا يا حبيبي، مش هنا، انت خديه، مش هنا يا بابا. الجينيتك سسبتابيليتي تعرض للتريجرنج فاكتور. ايه هو التريجرنج فاكتور؟ ان هو اكل اكله فيها قمح، فيها دقيق، لان الاكل اللي فيه القمح ده فيه بروتين كده فيه اسمه جلوتين. انا مش قادر، انا مش قادر، ان شاء الله بكره هكمل لكم. انا مش قادر، انا مش قادر.